تحل اليوم الذكرى العاشرة لخطاب التاسع من مارس سنة 2011 الذي أرسى فيه الملك محمد السادس معالم مراجعة دستورية كرست تحديثا وتأهيلا على مستوى هياكل الدولة. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الدكتور أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. دكتور مفيد أهلا بك. أهلا وسهلا. دكتور مفيد، ما هي في نظركم الأهمية التاريخية لخطاب التاسع من مارس 2011 بالنظر إلى السياق الزمني الذي جاء فيه؟ أولا ينبغي التأكيد على أن خطاب السعود مارس هو خطاب تاريخي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأنه أول خطاب يؤسس لمرحلة دستورية وسياسية جديدة في تاريخ المملكة المغربية، فهو أول دستور في عهد الملك محمد السادس، وقد تميز بأنه جاء في سياق خاص في وقت شهدت فيه العديد من دول المنطقة الكثير من الاحتجاجات. فالمغرب أيضا شهد مجموعة من المطالب بالإصلاح السياسي والدستوري وبالعدالة الاجتماعية، وجلالة الملك محمد السادس تجاوب بشكل إيجابي وفعال وناجع مع المطالب المجتمعية، حيث أن خطاب السعود مارس كان خطابا استباقيا أسس لمرحلة جديدة في تاريخ المملكة المغربية، حيث أن هذا الدستور أدى إلى تعزيز مسار الديمقراطية بالمغرب وتكريس وترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسسات بالمغرب، بمعنى أن هناك إصلاح عميق لهياكل الدولة، ولكن في ظل الحفاظ على ثوابت المملكة المغربية وعلى ما أجمعت عليه الأمة. دستور 2011 أيضا دعم وعزز من مجالي الحقوق والحريات الأساسية بشكل كبير، كما أن دستور 2011 وضع قواعد ومبادئ الحكامة التي تقطع مع منهجية سابقة في التدبير العمومي، وهذا ما ينعكس إيجابا بطبيعة الحال على ممارسة الحقوق والحريات وعلى علاقة المواطنات والمواطنين بمختلف المؤسسات والمرافق. لهذا فدستور 2011 بطبيعة الحال هو دستور جد متقدم، لأنه يعتبر صكا للحقوق والحريات، وهذا ما يتجلى من خلال تأكيد المشرع الدستوري على التزام المغرب والمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وعلى إعطاء الأولوية والسمو لالتزامات المغرب الدولية على التشريعات الوطنية، وعلى الالتزام بحمايتي منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعلى النص على حقوق المرأة والمساواة وحقوق مختلف الفئات من داخل المجتمع المغربي، وعلى حقوق مدنية وسياسية وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية. كما أن دستور 2011 وضع قواعد جديدة للعلاقة بين السلط في الاتجاه الذي يعزز مبدأ فصل السلط، ولكن يحافظ في نفس الوقت على التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما أن دستور 2011 كرس استقلالا حقيقيا للسلطة القضائية، وكما نعلم السلطة القضائية هي إحدى الدعامات الرئيسية التي تقوم عليها دولة القانون، والمشرع الدستوري خول مجموعة من الوظائف للقضاء تتجلى في حماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القضائي وتطبيق العادل للقانون. كما أن المشرع الدستوري في دستور 2011 وضع مجموعة من الضمانات اللازمة لتحقيق الحكامة لمكافحة الفساد، وأيضا مجموعة من المبادئ المنظمة للتنظيم الترابي للمملكة المغربية، حيث أن التنظيم الترابي للمملكة المغربية أيضا شهد تحولا نوعيا في إطار الوثيقة الدستورية من خلال التنصيص على مجموعة من المبادئ التي تنظم وتؤطر التدبير الترابي، مثل مبدأ التدبير الحر، مثل مبدأ مشاركة السكان في تدبير شؤونهم، مبدأ التعاون والتضامن إلى غير ذلك من المبادئ. كما أن المشرع الدستوري خول للجهة مكانة الصدارة مقارنة مع باقي الجماعات الترابية، مما يعني عموما بأن دستور 2011 هو دستور أرسى لمعالم دولة حديثة، دولة للمؤسسات، دولة من شأنها ضمان نجاح مسار ومسيرة الانتقال الديمقراطي وتعزيز الحقوق والحريات. دكتور مفيد، ما هو الأثر الذي بصم من خلاله دستور 2011 المشهد السياسي والحياة اليومية للمواطن المغربي؟ من بين الأمور السياسية التي يمكن أن أشير إليها هو أن دستور 2011 نص لأول مرة على أن للانتخابات معنى، والدليل على ذلك هو أن
اختيار رئيس الحكومة وتعيين رئيس الحكومة من قبل جلالة الملك أصبح يعني مقرونا بما تسفر عنه نتائج الانتخابات التشريعية، انتخابات مجلس النواب، حيث أن جلالة الملك يعين طبقا للفصل 47 من الدستور رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج انتخابات مجلس النواب، وهذا يعني ربط الانتخابات بالمسؤولية السياسية، وهذا ما أصبحنا نتحدث عنه أيضا بمسألة ديال يعني الرهان الأساسي لأي عملية انتخابية، وهذا ما من شأنه سياسية بين الأحزاب السياسية سواء أحزاب الأغلبية وأحزاب المعارضة بهدف ضمان تداول سلمي على السلطة عن طريق صناديق الاقتراع. إلى جانب ذلك دستور 2011 من الناحية السياسية أدى ووضع أسس عميقة لعقلنة نظام الثنائية المجلسية فيما يتعلق بمجلسي البرلمان، حيث أن الدساتير السابقة دستور 96 كان يخول مجلس المستشارين اختصاصات شبيهة باختصاصات مجلس النواب. دستور 2011 عمل على تدعيم اختصاصات مجلس النواب وإعطائه الأولوية في مجال التشريع وفي مجال الرقابة على العمل الحكومي، وهذا ما أدى إلى عقلنة العمل، عقلنة يعني المؤسسة البرلمانية بالمغرب، وتعزيز أيضا ووضع آليات للتعاون بين مجلسي البرلمان بالشكل الذي يجعل منهما مؤسستين متكاملتين وليس مؤسستين مستقلتين كل واحدة على حدة. إلى جانب ذلك دستور 2011 من الناحية السياسية أيضا وضع مجموعة من القواعد الأساسية لضمان مشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام عن طريق إقرار العديد من آليات الديمقراطية التشاركية، سواء منها العرائض الموجهة للسلطات العمومية أو الملتمسات في مجال التشريع على المستوى الوطني أو فيما يتعلق بالعرائض الموجهة لمجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات على المستوى الترابي. وهذا يعني أن مساهمة ومشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام لا تكون فقط ولا تقتصر فقط على محصة الاستحقاقات الانتخابية، وإنما تبقى ممتدة طيلة يعني فترة امتداد كل المؤسسات المنتخبة. إلى جانب ذلك بطبيعة الحال المشهد دستور 2011 كان له وقع كبير جدا على حقوق وحريات المواطنات والمواطنين. فهنا أعطيك على سبيل المثال من أهم مميزات دستور 2011 ما يتعلق بمجال الحقوق والحريات وأساسا ما يتعلق بحقوق المرأة، حيث أن الفصل 19 أقر المساواة بين النساء والرجال في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما أن الدستور نص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل إشكال التمييز، وهذا يعني أمر في غاية الأهمية سيؤسس لمجتمع المساواة، خصوصا أننا في هذه اللحظة أيضا نتحدث عن اليوم العالمي لحقوق المرأة اللي كان يوم أمس، وبالتالي فدستور 2011 أيضا عزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين ومن الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات، وهذه المقتضيات الدستورية الواردة في الدستور المتعلقة بالحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي التي سيترجمها حاليا، جزء منها سيترجمه مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية والذي يعتبر ورش مجتمعي هيكلي ذو طبيعة استراتيجية يحظى بعناية ورعاية ملكية، والهدف منه هو تعميم التغطية الصحية، تعزيز نظام أو أنظمة الحماية الاجتماعية، وهذا ما من شأنه تخفيف معاناة الكثير من المواطنات والمواطنين والأسر اللي هم في وضعية حاجة أو في وضعية فقر أو في وضعية هشاشة، وهذا ما من شأنه تعزيز العدالة الاجتماعية إلى جانب المسار وتعزيز المسار الديمقراطي الذي تشهده المملكة المغربية. نعم دكتور مفيد، دستور 2011 أعطى صلاحيات مهمة للسلطة التنفيذية، هل قامت الحكومة بتفعيل هذه الصلاحيات بما ينعكس على برامجها تجاه المغاربة؟ هذا سؤال مهم للغاية، لأن الدستور نص على مجموعة من الاختصاصات التي تولى ممارستها الحكومة باعتبارها سلطة تنفيذية، وتم دسترة المجلس الحكومي ورئيس الحكومة والحكومة توضع رهن إشارتها الإدارة العمومية من أجل تنفيذ السياسات العمومية. في هذا الخصوص لكي نكون موضوعيين يجب أن نتساءل أولا عن مدى تنفيذ الحكومة للبرنامج الحكومي،
والبرنامج الحكومي هو البرنامج الذي يتقدم به السيد رئيس الحكومة مباشرة بعد تعيين الحكومة من قبل جلالة الملك، ويحظى بالمناقشة في مجلس البرلمان وتتم المصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب. وبالتالي فهذا البرنامج الحكومي هو بمثابة تعاقد سياسي بين البرلمان وبين الحكومة، بين ممثلي الأمة وبين السلطة التنفيذية. يمكن القول بأن الحكومة في مجموعة الأوراش استطاعت أن تحقق نتائج مهمة للغاية، وأنا أعطي على سبيل المثال هنا لا على سبيل الحصر ما يتعلق مثلا بتدبير جائحة كوفيد 19، يعني جائحة كورونا، حيث أن التعليمات والتوجيهات الملكية السامية كانت صارمة في هذا الخصوص، والتي حملت الحكومة المسؤولية في ضرورة التعاطي الإيجابي مع كل متطلبات المواطنات والمواطنين ودعمهم وتوفير يعني العلاج وغير ذلك من الأمور لمواجهة الجائحة. ولكن هناك مجموعة من الأوراش التي لم تستطع الحكومة إلى حد الآن تفعيلها. سأعطيك على سبيل المثال، هناك أول الحد الآن مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية ما زالت لم تخرج بعد إلى حيز الوجود. أتحدث هنا عن مشروع عن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، والقانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب. هناك أيضا مجموعة من المؤسسات لم ترى النور إلى غاية اليوم. هناك مجموعة من التشريعات المهمة أيضا لم تستطع أن ترى النور إلى غاية اليوم، من مثل مثلا التشريع المتعلق بمشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية. هناك أيضا بعض الأمور التي مست بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين في مجموعة الإصلاحات، مثل ما يتعلق مثلا بنظام التقاعد أو غير ذلك. وهناك بعض الأمور التي اتخذت من قبل الحكومة، هذه الحكومة والحكومة السابقة، وكانت لها آثار. هذا الأثر قد يختلف يعني المحللون في تقدير نتائجها، ولكن عموما كسائر الحكومات فلهذه هذه الحكومة أعطت إيجابية ونتائج إيجابية في مجموعة من المجالات، ولكن بعض المجالات فيها الكثير من النقص خصوصا فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية. لهذا التوجيهات الملكية صريحة وواضحة في هذا الخصوص، ولهذا فمشروع الحماية الاجتماعية هو مشروع استراتيجي يستهدف تجاوز النقص والخصائص في مجال الحماية الاجتماعية. نعم دكتور أحمد مفيد. نعم دكتور أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، شكرا جزيلا لك ونعتذر لضيق الوقت.